الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد جدا بتتويج أو صعود نادي البطايح في دوري المحترفين، وهذا أقل شيء ممكن يقدمونه اللعيب والإدارة لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي على دعم لا محدود للرياضة والرياضيين، وكلنا إن شاء الله ثقة في الشباب أنهم بيقدرون يجهزون أنفسهم حق الموسم القادم، نحتفل فيهم إن شاء الله السنة الجاية في البقاء في دوري المحترفين إن شاء الله.